ظهر النحل لأول مرة على الأرض قبل 130 مليون سنة، وتجاوز عصر الديناصورات. وما ساعده في البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة هو التركيبة شديدة التعقيد لمجتمعه والعمل الجماعي. لكل نحلة دورها الخاص ومسؤوليتها الخاصة بها، فتجد البعض يبني ويصلح الخلية، وبعض النحل يحميها، والبعض الآخر ينظفها ويجلب الطعام. ولكن ماذا لو تمكنت من التسلل إلى خلية نحل لاكتشاف الآلية التي يعمل بها هذا النظام؟ وما الذي ستراه بالداخل؟ لسبب مجهول تتمكن بسهولة من تجاوز الحراس، ولكن إذا كنت نحلة من مستعمرة نحل أخرى فلن يسمح لك بالدخول دون قتال. يبدو حراس النحل مخيفين نوعا ما، إذ يقفون على أرجلهم الخلفية الأربع عند مدخل الخلية ويرفعون أرجلهم الأمامية في الهواء. يقوم هؤلاء الحراس بفحص كل حشرة تدخل الخلية بقرون استشعارهم وأرجلهم الأمامية. لكل خلية نحل رائحة خاصة، ويمكن للحراس معرفة ما إذا كانت النحلة تنتمي للخلية عن طريق شمها. لا يسمح بالدخول سوى للنحل الذي يعيش في الخلية. وفجأة ترى شيئا غريبا. اكتشف أحد الحراس دخيلا في الخلية، لابد أن نحلة غريبة حاولت بالخطأ دخول الخلية، لكنها تحمل الكثير من الرحيق، فيسمح لها الحارس بالدخول. يبدو أنهم لا يمانعون قبول الهدايا المجانية من الطعام حتى من الغرباء. يراودك شعور بالفضول الشديد يدفعك للبقاء هناك لفترة أطول. للخلية مدخل واحد فقط، وتلاحظ أن الجدران المحيطة بك غريبة المظهر. تتمعن بها جيدا فتجدها مغطاة بطبقة رقيقة من مادة ما. إنها صمغ النحل، وهي لاصق نباتي صلب ينتجه النحل. يساعد صمغ النحل في محاربة الالتهابات وعلاج المشاكل الصحية المختلفة. وعلى مسافة أبعد بقليل ترى أعدادا لا تحصى من أقراص العسل. إنها خلايا سداسية مكدسة قرب بعضها البعض بكثافة، ومكونة من شمع العسل. يستخدمها النحل لتخزين الطعام، أي حبوب اللقاح والعسل. وهنا أيضا يحفظ البيض واليرقات والشرائق. أقراص العسل مثبتة على جدران الخلية، وتمتد من الأعلى إلى الأسفل وتتصل ببعضها البعض من الجوانب. لكنك تكتشف ممرات ضيقة على طول حواف قرص العسل. يستخدم النحل هذه الممرات للتنقل. ربما تتمكن أيضا من حشر نفسك داخل أحد هذه الأنفاق. بعد استكشاف المكان تكتشف أن النحل يخزن العسل في الجزء العلوي من قرص العسل، وتحته توجد خلايا حبوب اللقاح. تليها خلايا تستخدم لحفظ البيض مع النحل الذي سيصبح عاملا في المستقبل. وفي الجزء السفلي يوجد بيض ذكور النحل. لا شك أن هدفك الأساسي هو رؤية ملكة النحل، ولكن العثور عليها ليس سهلا. في البداية ترى الكثير من النحل، غالبيته من النحل العامل الذي يشكل الجزء الأكبر من سكان الخلية، والكل من الإناث. لكل نحلة وظيفتها الخاصة، وأكثر الوظائف شيوعاً هي البحث عن الطعام. تلحظ نحلة تترك الخلية فتقرر اللحاق بها. يمكن للملكة الانتظار قليلاً، تود الآن رؤية الطريقة التي يوفر بها النحل الطعام للخلية. تحوم النحلة أمامك، وبعد وقوفها على بعض الأزهار تبدأ فجأة بالاهتزاز وهي في مكانها. إنها رقصة النحل الشهيرة. هذه هي الطريقة التي يتواصل بها النحل. بمجرد أن تجد النحلة التي تبحث عن الطعام مخزونا ممتازا من الرحيق، تبدأ الرقص بشكل دقيق جدا. تتبع الرقصة مجموعة من الخطوط المستقيمة والأشكال الثمانية، وتواصل النحلة طوال الرقصة هز أجنحتها أيضا. تشير طول مدة الرقصة إلى بعد الرحيق عن الخلية، تعادل كل 75 ملي ثانية 100 متر. وتعتمد حيوية الرقصة على ثراء المكان بالرحيق، فكلما كان الاهتزاز أقوى كانت كمية الرحيق الذي وجدته النحلة أكبر. وهناك أيضا زاوية الرقصة التي توضح اتجاه الرحيق بالنسبة للشمس. يبدو أن نحلتك قد عثرت على أطنان من الرحيق. إنها تهتز. فجأة تحلق النحلة للعودة إلى الخلية فتتبعها، وهناك تقوم النحلة برقصة الاهتزاز أمام عاملات أخريات. هذه هي الطريقة التي تخبر بها النحل الآخر أن عليهم جمع الطعام على الفور. تقرر البقاء في مكان قريب وتكتفي بمراقبة ما يحدث.
وسرعان ما يعود النحل. لقد عادوا ومعهم الكثير من الرحيق الذي يحتاج أن ينضج كي يصبح عسلا. تقوم نحلتك الآن برقصة الارتعاش، إنها تهز ساقيها بطريقة تجعل جسمها يرتجف في كل مكان. هذه الرقصة الصغيرة تحفز النحل العامل للبدء في معالجة الرحيق. حان الوقت لاستئناف البحث. تغوص مرة أخرى في الخلية وتبدأ حشر نفسك من خلال ممرات صغيرة. ترى هناك خلايا النحل العامل وهو في مرحلة البيض. تحتاج النحلة 21 يوما لتتطور إلى نحلة عاملة كاملة النمو. المهمة الأولى للعاملة الجديدة هي تنظيف الخلية التي كبرت بداخلها لتصبح الخلية حاضنة لبيضة جديدة. تعتني بها هذه النحلة وتقوم لاحقا بتغذية اليرقة وتدفئتها. وفي المرحلة التالية من حياتها، أي عندما يصبح عمرها من 12 إلى 20 يوما، تبدأ النحلة في تولي أمور في الخلية كإنتاج الشمع وتخزين حبوب اللقاح وبناء قرص العسل وحماية المدخل وغيرها. وعندما يصل عمر النحلة إلى 20 يوما، تتجه للبحث عن الطعام، فتبحث عن حبوب اللقاح والرحيق وصمغ شجر لصنع صمغ النحل، كما وتجلب الماء الذي يحتاجه النحل لشرب وتبريد الخلية. في لحظة ما ترى شيئا يشبه غرفة مستشفى. هناك يقوم النحل العامل برعاية النحل المريض، ويحضر الأطباء أنواعا مختلفة من العسل لكل حسب مرضه. وإن لم يجدوا طريقة للعلاج، يخرجون النحلة المصابة من الخلية، مما يساعد على منع المستعمرة بأكملها من الإصابة بالمرض. هناك أيضا نحل للتحكم في درجة الحرارة. عادة ما تكون درجة الحرارة في الخلية حوالي 35 درجة مئوية، ومن الضروري أن تبقى عند هذا الحد لا أكثر ولا أقل، وإلا فلن يفقس البيض. ترى مجموعة من النحل وتدرك فورا أنها موكلة بحفظ درجة الحرارة. يبدو أن الحرارة قد انخفضت في الخلية، ويحاول النحل الآن رفعها. إنه يهتز بطريقة معينة ترفع حرارة جسمه، ويمكنك أن تشعر بالهواء من حولك يصبح أكثر دفئاً. عند الحاجة لتبريد الخلية يذهبون ويجمعون بعض قطرات الماء، ثم يحضرون الماء على ظهورهم. بمجرد وصول النحل إلى الخلية، يرفرف النحل بأجنحته بسرعة كبيرة، مما يجعل الماء يتبخر ويخفض درجة الحرارة. تنتقل لمسافة أبعد، فترى نحلة لم ترها من قبل، بعيون ضخمة وجسم كبير وليس لها إبرة. هذا ذكر النحل، النوع الوحيد من الذكور في الخلية. لا يملك ذكور النحل أي وسيلة للبحث عن الطعام. هدفهم الوحيد هو التزاوج مع الملكة والاهتمام بها. حياة ذكر النحل ليست طويلة جدا لسبب واحد، وهو أنه إذا تمكن من التزاوج مع الملكة فلن ينجو أبدا. وإن كان هناك نقص في الطعام أو اقتراب الشتاء، تقوم النحلات العاملات بطرد ذكور النحل من الخلية ولا تسمح لهم بالدخول ثانية. يا للقسوة. تواصل السير حتى ترى الحضانة أخيرا، وهناك ترى نحلة يبلغ حجمها ضعف حجم النحلة العاملة. انتهت مهمتك هنا، فهذه هي الملكة، وهي النحلة الأهم في الخلية بأسرها لكونها الوحيدة القادرة على وضع البيض. رغم أنها الملكة، إلا أنها لا تحكم في الواقع، ودماغها أصغر من دماغ النحلة العاملة، لكنها تنتج فيرومونات خاصة تؤثر على الحالة المزاجية للخلية بأكملها، كما أن الملكة هي المسؤولة عن إنجاب جميع النحل في الخلية. عندما تكون الملكة لا تزال يرقة، تطعمها عاملات النحل الغذاء الملكي، وهو مادة لزجة تحتوي على نسبة عالية من السكر. يؤدي وجودها في خلية أكبر وتناولها هذا الطعام إلى امتلاكها لجسم أكبر، ويمنحها القدرة على إفراز الفيرومونات. عند تزاوج الملكة مع ذكور النحل، تعود إلى الخلية وتبدأ بعد 3 أيام بوضع البيض، ولا تتوقف أبدا. إنها تعمل بجد، وخاصة في فصل الربيع اتضع بيضة واحدة كل 20 ثانية، وبالتالي لا عجب أن تصل عدد النحل في المستعمرة من 30,000 إلى 60,000 نحلة في عام واحد. لكن مهلا، هناك شيء غريب. ترى مجموعة من النحل العامل قرابة نصف المستعمرة تغادر الخلية بقيادة الملكة. هذا يعني أن عدد النحل في المستعمرة أصبح كبيرا جدا. هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها الملكة منذ التزاوج. ينطلق السرب كله بحثا عن منزل جديد. أما في خلية النحل، فستفقس ملكة جديدة بعد 8 أيام أيضا. وها قد انطلق السباق، سرعان ما تجاوز تمساح النيل فرس النهر بسهولة. يسبحان الآن عكس التيار العنيف، لكن جسم التمساح مصمم للسباحة في المياه الهائجة. يزن بقدر ثلاجتين كبيرتين،
ويعتقد أنه أثقل أنواع الزواحف في العالم. يمكنه السباحة بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، بينما لا يمكن لفرس النهر السباحة. ليس تماما، بل يمشي فحسب في قاع النهر ويدفع جسمه على الصخور التي تعترض طريقه. يمكنه إغلاق منخاريه متى يشاء حتى يتمكن من الانزلاق قليلا عبر المياه، ورغم ذلك لا يمكنه التغلب على التمساح. يصل التمساح إلى الساحل ويجري عبر الحقول، لكن من الأفضل أن يفسح الطريق لفرس النهر، فقد لحق به وزاد من سرعته في الأرض المنبسطة. رغم أن فرس النهر كبير الحجم، لكنه قادر على التغلب على الإنسان في الجري. كان التمساح يسبق فرس النهر بعدة كيلومترات، لكن الفرس الآن صار أسرع على اليابسة. يجتاز فرس النهر خط النهاية، وها قد انتهى السباق. مين بين؟ مرحبا رود رانر، ممن تهرب؟ مهلا، أمهلني لحظة. ذلك الذئب يلاحقك بأقصى سرعة ويوشك على الإمساك بك. يمكن لهذا الطائر الجري بسرعة 32 كيلومترا في الساعة الواحدة فقط، ويكون أسرع حتى حينما يكون جائعا. رغم ما نراه في الصور المتحركة فإن الذئب أسرع منه بمرتين، لكن نسخة الصور المتحركة أطرف بكثير. في الخط الأول من الأدغال الكثيفة لأمريكا الجنوبية، معنا الكسلان البطيء. وفي الخط الثاني لدينا حلزون الحدائق العادي. وها قد بدأ سباق لأبطا حيوان على وجه الأرض. بما أن سرعة القصوى للكسلان لا تتجاوز 3 بالعشرة كيلومترا في الساعة، فلا عجب لما يطلقون عليه لقب الوسادة العملاقة المتحركة. أنا فقط من أسميه هكذا. حظي الحلزون بانطلاقة رائعة، يمكنه أن يجتاز حيا صغيرا في حوالي ساعة. للمخلوق عظيم العظام رجل واحدة مغطى بسلايم واقي. من الصعب معرفة ذلك، لكن على ما أظن لا يزال الكسلان في مكانه، وهو يغط في نوم عميق الآن. ربما سيظل نائما طوال السباق، إذ يمكن للكسلان النوم لما يصل إلى 15 ساعة في اليوم. لقد نام لأكثر من نصف حياته، يذكرني بأحدهم. وانظر، لقد خرج الحلزون من تلك الرقعة المشمسة، ومحطته التالية الرقعة المضللة. لا يزال الوقت مبكرا للإعلان عن الفائز، سننتظر حتى يستيقظ الكسلان ويعود إلى السباق. يمكن للدب الأشهب التغلب على البشر في الجري بكل سهولة. إن كنت في نزهة في الهواء الطلق وطبخت شيئا لذيذا، حري بك ترك غدائك وراءك. يمكن لأسرع إنسان الجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، وسجل يوسين بولت هذا الرقم القياسي، لذا ربما سيتمكن من الهرب في الوقت المحدد. إن كنت أبطأ منه وهذا مما لا شك فيه، فأنت في مأزق كبير. في سباق بينك وبين الدب الأشهب، ستكون عشاء الدب في كل مرة. لكن من بين جميع أنواع الدببة، أي نوع أسرعهم؟ الدببة القطبية، والدببة الشهباء، والدببة البنية، والدببة العسل، وتلك الباندا الظريفة. اتخذوا أماكنكم، استعدوا، انطلقوا. واضح التوتر عليهم جميعا. الدب الأشهب والبني متعادلان إلى حد الآن. يمكن للدب البني بسهولة الجري بسرعة الدب الأشهب، ودب العسل أصغر الدببة في السباق، لا يتجاوز طوله المترين أو ربما ارتفاعه، لا يهم، لا يسعه مجارات البقية فحسب. بدأ الدب القطبي بانطلاقة تستحق الإشادة بها، لكنه لا يتمتع بسرعة الدب الأشهب أو البني. صار الدب الأشهب في المقدمة. كلا، إنه الدب البني، والآن الأشهب. مهلا، أين الباندا؟ ماذا تفعل؟ لا أعتقد أنها تعرف بأنها في سباق، لكن أليست لطيفة فعلا؟ لقد أنهت لتوها غصن الخيزران الثالث. يمكن للباندا تناول ما يصل إلى 13 كيلوغرام من الخيزران في اليوم الواحد. هذا كثير، لكن ها هي تنطلق. لقد وجدت طريقا مختصرا، وها هي تتدحرج على التل. لقد مرت بجانب الدب الأشهب والدب البني، وها قد انتهى السباق وفازت الباندا. أسفي على بقية الدببة. نعرف جميعا أن الباندا ليست الأسرع، في الحقيقة إنها أحد أبطأ أنواع الدببة. ومع ذلك، إن رأيت باندا تتدحرج من التل في اتجاهك، أطلق ساقيك للريح ولا تلتفت خلفك. لطائرة بوينغ سرعة قصوى تقدر بألف كيلومتر في الساعة. وأسرع طائر معنا، القطرس ذو الرأس الرمادي. يمكنه التحليق بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، ويبقى في الجو لمدة 10 ساعات دون انقطاع. وطائر الشاهين أسرع منه، إلا عند التحليق بشكل مستقيم للإمساك بضحيته. احترس، إنها حمامة. واو، تستغرق الطائرات الكبيرة وقتا طويلا في الإقلاع في الجو. لكن انظر إلى القطرس، يصعد ويحط على الأرض في بضع ثوان.
إنه في الطليعة، لكن ليس لوقت طويل. لنعود الآن إلى الكسلان وصديقه البطيء. لقد استيقظ أخيرا من سباته، لكنه لم ينجح إلى حتى الآن سوى في رفع ذراعه للوصول إلى غصن الشجرة. لا يزال الحلزون يسعى لعبور تلك الصخرة الكبيرة. تقضي حيوانات الكسلان الكثير من الوقت ساكنة في مكانها قدر الإمكان، حتى لا تصبح وجبة دسمة لحيوان آخر. لا يعد ذلك تدريبا هائلا من أجل السباق. لكن مهلا، لقد انضم لاعب ثالث إلى السباق. إنها سلحفاة غالاباغوس، أرجلها الأمامية القوية قادرة على حمل هذا الحيوان العملاق. إنها أسرع بأربع مرات من حلزون الحدائق. لقد ازداد السباق إثارة. نحن نشاهد الآن سباق القرن، أو بالأحرى سباقا سيدوم لقرن كامل. تجري السلحفاة وتتفادى جميع العوائق، لا شيء قادر على إيقافها. مهلا، لا تغش أيها الكسلان، لا تلقي بأغصان الأشجار من فوق. في أعماق الأرض الخلد منهمك في حفر جحر له. يمكن للخلد تناول كميات من ديدان الأرض تقرب وزن جسمه، ويمكنه حفر 5 أمتار في الساعة. يعد الغرير الأمريكي أسرع حيوان حفار في العالم، وهو سريع جدا على اليابسة. يمكنه أن يصل إلى سرعة الإنسان تقريبا حينما يكون في أفضل حالاته. وفي هذا السباق يفوز الغرير الأمريكي بسهولة كبيرة، أمر مؤسف بالنسبة للخلد بما أنه غير قادر على الرؤية بوضوح. الخلد ليس حيوانا أعمى، لكن بصره ضعيف للغاية، كما أنه مصاب بعمى الألوان ولا يمكنه ارتداء النظارة الطبية في الأسفل. ها هو الفهد المعتد بنفسه يجري عبر السافانا بسرعة ساحقة وهو يهمس: لطالما كنت أسرع الثدييات لملايين السنين، لا تقلق بشأني. أسرع فهد في العالم تدعى سارة، كانت في 11 من عمرها حينما نجحت في قطع مسافة 100 متر في أقل من 6 ثوان فقط. يمكن للفهد الجري بسرعة تقدر ب 130 كيلومتر في الساعة. إن ترأى له حيوان لذيذ في الأفق. ترعرعت سارة في حديقة حيوانات أمريكية، وكانت أول الفهود التي تحظى بحيوان أليف أثناء نشأتها. سارة وأليكسا صديقتان مقربتان إلى الأبد، لكن يحوم فوق رأس سارة الآن خفاش صغير، ويجعل ذلك الخفاش سارة تبدو بطيئة. يمكن أن تصل سرعة الخفاش البرازيلي ذو الديل الحر إلى 160 كيلومتر في الساعة. إنه أسرع الثدييات على وجه كوكبنا. والآن حان وقت الحشرات الصغيرة. أولا لدينا الخنفساء النمرية الأسترالية، وتبلغ سرعتها 10 كيلومترات في الساعة. قد لا تبدو سريعة، لكن مقارنة بحجمها تعد سريعة للغاية. إنها شبيهة بإنسان يجري بسرعة قطار فائق السرعة. وتجري بجانبها النملة الفضية الصحراوية. يعيش النمل في شكل مجموعات ويكون أقوى عند العمل معا، لكن يمكن أن تكون نملة واحدة قوية بشكل لا يصدق. يمكن لنملة رفع أوزان تفوق وزنها بمئات المرات، وقادرة على العدو بشكل لا يصدق. وبينما يعدو يوسين بولت بأربع خطوات في الثانية، يمكن لهذه النملة الفضية عمل 50 خطوة. بل اكتشف العلماء أن هذا النمل الصغير يحب العدو كالحصان بمجرد أن يصل إلى سرعته القصوى. إليكم الآن المتباري الأخير لليوم، أسرع حيوان على وجه الأرض. إنه عث الغبار الصغير، حجمه لا يتجاوز حبة السمسم. إن قارنا السرعة بطول الجسم، سيتفوق هذا الحيوان المجهري على جميع مخلوقات الأرض. يعتقد بأنه يجري ضعف سرعة الخنفساء النمرية، وإن كان بحجم الإنسان ستتجاوز سرعته سرعة الصوت. لنعد الآن إلى المخلوقات البطيئة. هل أنهوا السباق؟ لا تزال السلحفاة في الطليعة. لقد مر الحلزون أخيرا فوق تلك الصخرة العملاقة، والكسلان في طريقه إلى الغصن الثاني. تبعد السلحفاة عن خط النهاية مترا واحدا. واو، لا يمكنني تحمل المزيد من الإثارة والتشويق، لذا سأذهب لتحضير القهوة. أوه، كم هذا جميل. تقود سيارتك في الريف ونوافذ السيارة مفتوحة على أنغام الموسيقى. إنها رحلة برية أخرى من رحلاتك. في تلك الأثناء ترى من النافذة مجموعة من الأبقار، واحدة منها مميزة بكل معنى الكلمة. تبدو الأبقار الأخرى بجانبها كأنها حيوانات هامستر. سجلت هذه البقرة المسماة ببلوسوم الرقم القياسي العالمي لأطول بقرة. بلغ طول ملتهمة العشب هذه 2 متر. من الأفضل أن تشتروا لهذه البقرة أحذية لكرة السلة، بينما يبلغ متوسط طول البقرة 1.4 متر. حتما شعرت بلوسوم وكأنها من العمالقة. عندما تكون بهذا الطول،
فلن تقتصر حياتك على التجول في الحقل وتناول العشب، فقد عملت بلوسوم كموظفة استقبال رسمية في المنتجع المحلي. بيج جيك أو جيك الكبير، اشتهر هذا الفتى بكونه أطول حصان في العالم. وصل طوله لارتفاع ضخم بلغ 1.9 متر. نحن بحاجة للكثير من أحذية كرة السلة، يا له من حصان جميل. والآن ماذا عن هذه الجميلة الصغيرة؟ إنها أقصر فرس في العالم، واسمها تامبلينا، ولا يتجاوز طولها 0.5 متر. لكن هذا لم يحرمها من الشهرة. وأقصر حصان ذكر اسمه بومبل، ويعني الفقاعة باللغة البولندية، يبلغ طوله 0.6 متر فقط، لكنه مفعم بالنشاط. إنه لطيف الشكل وأصغر من كلب الحراسة. والآن بما أني من عشاق الكلاب العادية الحجم، كان الكلب زيوس، وهو كلب دنماركي، أطول كلب في العالم رسميا. فعندما تنظر إلى طوله البالغ 1.2 متر، ستشعر وكأنك أمام حصان صغير. تخيل أن يوقظك هذا الوجه في الصباح، وماذا عن الخروج معه للتنزه؟ ستحتاج إلى طوق قوي جدا. وفقا لمالك هذا الكلب، كان زيوس عملاقا لكن لطيفا في العادة، وكانت له وظيفة مهمة حقا. لقد كان كلب علاج مرخص، ومنح الحب والبهجة لكل من يحتاجهما. تخيل كلبا كهذا، لست بحاجة لوضع وعاء من الماء كل يوم، فبإمكانه أن يشرب من الصنبور مباشرة. أما العناق فهذه قصة أخرى. ما مقدار حاجة هذا الفتى للطعام برأيك؟ هل سيكون سريرك ملائما له؟ هناك الكثير من الأسئلة. ماذا لو كنت من محب القطط؟ إذن من الأفضل أن تستعد. يحمل هذا القط الرائع لقب أطول قط أليف في العالم. اسمه باريفيل، ويعني المهرج، وهو من بلدة إيطالية صغيرة. إنه عملاق لطيف، وهذا أمر جيد لأنه أطول من مضرب البيسبول. عندما يرى الناس صوره يظنون أنها معدلة بالفوتوشوب. يستمتع باريفيل بأشعة الشمس بجوار النافذة محدقا في حديقة المنزل. حتما يشعر وكأنه يطارد النمل عند اصطياده للفئران. حامل اللقب سابقا لودو وستيوي، من نفس سلالة باريفيل، هذا الكثير من فرو القطط على الأريكة. يأتي بعد ذلك أرنب اسمه داريوس. أذناه الطويلتان وأنفه اللطيف الشبيه بالزر ليس ما جعله مميزا. يبلغ طول الأرنب العادي 35.6 سنتيمتر، أما داريوس فيتجاوز طوله 127 سنتيمتر. إنه أرنب بحجم كلب. نشأ داريوس في مزرعة في إنجلترا، ومنحه العيش في حقل مفتوح شخصية جميلة. إطعامه مهمة صعبة بالتأكيد، لابد أن داريوس أشبه بآلة تأكل الجزر. لا أريد النزول في جحر ذلك الأرنب. يكفي هذا القدر من الأشياء اللطيفة، وحان الوقت للتحدث عن بعض الحيوانات الغريبة أو الأسطورية. الأساطير هي محاولات البشر لتفسير الأشياء الغريبة، كأسطورة الرجل ذو الشفاه البيضاء، والذي تبين لاحقا أنه أنا وأنا أتناول التشيز كيك. سريع ومراوغ تحت الماء، وقادر على إغراق سفينة بأكملها. ارتبط اسم الكراكن باختفاء السفن، وهذا ما تقوله الأساطير. لعلها كانت مجرد قصة اختلقها بحار لإخافة البحارة الجدد. لكن لربما وجد الباحثون قريبه الصغير. إنه أكبر حبار شوهد على الإطلاق بطول وصل 18.3 متر، لكن الباحثين نسوا تصويره بالفيديو. أوه لا! أما أكبر حبار صورته الكاميرا فكان بطول 7.6 متر، أي بحجم مقطورة تقريبا. يعتقد العلماء بوجود حيوانات حبار بحجم أكبر، لكنها خجولة من التصوير. سمكة القرش الأبيض الكبيرة، التي ترعب كل حيوانات المحيط بلا استثناء. تلقب سمكة القرش هذه بملكة المحيط، لكنها ليست ملكة لطيفة. أوه لا! تمكن العلماء من وسمها لدراستها أكثر. تزن هذه الملكة 1587 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن 6 دراجات نارية أو 14,000 شطيرة هوت دوغ. تمكن مجموعة من الباحثين المذعورين من الإمساك بها بالقرب من ساحل نوفا سكوشا. لحسن الحظ تتسكع أسماك القرش في المحيط فقط. إلا إذا، ماذا عن مشاهدة حلقة عن محاربي نينجا القرش؟ ما سبق كان الأكبر، والآن إليك الأطول. تخمين جيد، ولكن لا، ليس ثعبانا، ولكنه بطول نصف ملعب كرة قدم. اكتشف هذا الحيوان في المياه العميقة قبالة أستراليا، وجدوه هناك يتوهج. تخيل معي، يقول العلماء أنه ليس كائنا واحدا،
لكنه يتصرف وكأنه مخلوق واحد. إنه في الواقع مستعمرة كاملة تواصل الاستنساخ والتكاثر حتى تصبح أكبر وأكبر، واسمه العلمي هو يمكن للحيوان التالي التنقل على اليابسة وفي المياه، ولا تنخدع بأرجله القصيرة النحيلة. يمكن للتمساح الركض على اليابسة بسرعة الإنسان. إن كنت تهرب من أحد هؤلاء العدائين، فحاول أن تتسلق شجرة بأقصى ارتفاع ممكن. لا يستطيع التمساح تسلق الأشجار، ولكن كن مستعدا له عندما تنزل وتجده في انتظارك. إنه أيضا أثقل الزواحف في العالم. يمكن أن يزن الحيوان البالغ منه وزن سيارتين صغيرتين. وأكبر تمساح وقع في الأسر كان تمساح مياه مالحة في الفلبين. كان اسمه لولونغ، وقد بلغ طوله 6.1 متر، أي ما يعادل طول طاولتي تنس من البداية إلى النهاية مع مجموعة كاملة من الأسنان. يأتي بعد ذلك زاحف آخر، الثعبان الماليزي المتوحش. كان بعض العمال في استراحة في أحد مواقع البناء في يوم حار عندما لاحظوا شيئا. هل كان أنبوبا كبيرا؟ حسنا، كان ثعبانا بالفعل. لقد سحبوا أطول ثعبان عثر عليه على الإطلاق. احتاج الأمر أكثر من 5 رجال لإخراجه من موقع البناء دون إلحاق أذى به أو بهم. بلغ طول هذا الوحش 7.9 متر، ووصل وزنه ل 249 كيلوغرام، أي أقصر بقليل من عمود الإنارة. كان الرقم القياسي السابق لأطول ثعبان في الأسر من نصيب ميدوسا الشهير، وهو ثعبان أيضا. يمكن لهذا النوع من الثعابين أن يأكل طعاما بوزن يعادل وزنه كاملا، مثلي عندما أتناول 280 شطيرة برجر. حتما لن أرغب بتناول البطاطا المقلية معها. لنعد إلى الماء، ها؟ وبالتحديد لأثقل سمكة سلور أزرق تم اصطيادها على الإطلاق. تمكن صيادون من عائلة أندرسون من اصطياد هذه السمكة عام 2011، وما زالوا يتفاخرون بذلك حتى اليوم. بلغ وزن تلك السمكة 64.9 كيلوغرام. هذا أشبه باصطياد غسالة من بحيرة على قارب صغير. كان على الأب والابن أن يجراها لسطح القارب. التكريم التالي لأكبر قطة حية في العالم. هذا ليس أسدا ولا نمرا، ولكنه مزيج منهما. إنه السدبر. لا يتواجد السدبر في الطبيعة نظرا لاختلاف أماكن عيش النمور والأسود في العالم، ولكنه موجود في المحميات البرية حيث تعيش هناك معا. والرقم القياسي من نصيب هرقل بوزن يتجاوز 408 كيلوغرام، يجعله أكبر حيوان من الثدييات آكل للحوم في العالم. لقد ورث طوله من والدته النمرة. تخيل التالي: تغوص في المحيط وتتأمل شعبا مرجانية وأسماكا ملونة تسير حولك. فجأة يظهر ظل ضخم، تنظر للأعلى وترى مخلوقا ضخما يقترب منك، وفمه كالثقب الأسود السحيق. لا تهلع، ابقى ساكنا ولن يحدث أي شيء لك. هذا المخلوق الضخم ما هو سوى قرش متشمس، أحد وحوش البحر المخيفة العاجزة عن إلحاق الأذى بالبشر. أسماك القرش المتشمس من المتغذيات بالترشيح مثل حيتان البالين، وهذا يعني أنها تفتح أفواهها الكبيرة لابتلاع العوالق ولا تتمتع بأسنان حتى. الوقت متأخر من الليل في غابة أمريكا الوسطى. تتجول في البرية لتأمل الطيور وتسمع فجأة رفرفة أجنحة. تشعر بالحماس وتنظر باهتمام عبر نظارة الرؤية الليلية، لكن ترى وجها كأنه خرج لتوه من أسوأ كوابيسك. لا تصرخ، ستخيف المسكين وسيهرب. إنه خفاش مسالم تماما بوجه متجعد وغير مهتم بك. اسمه خفاش الفاكهة، وتساعده التجاعيد على وجهه في جمع قطع الفاكهة والعصائر لتناولها لاحقا. على فكرة له اسم لاتيني، سينتوريو سينكس، والذي يعني إنسان بعمر 100 سنة. تتجول الآن في متنزه وطني بالنيبال، وتقرر غسل وجهك في نهر قريب منك، لكنك تتجمد مذعورا، فهناك تمساح يحدق بك من مسافة قريبة جدا. بعد ذلك يرفع خطمه فوق الماء وتزفر بارتياح. إنه غريال. يتميز هذا الحيوان الزاحف بخطم طويل ونحيل يسمح له بصيد الأسماك ببراعة، لكن في الوقت نفسه يمنعه من صيد أي فريسة أخرى. ورغم أنه من آكلات اللحوم، فالغريال كائن خجول للغاية ويبتعد عند رؤية البشر. في الوقت الحالي لا يوجد أكثر من 1000 تمساح من هذا النوع حول العالم، لذا دع هذا الكائن المسالم وشأنه.
تحفر حديقة منزلك وتلاحظ شيئا يتحرك على مجرافك، تلقي نظرة فاحصة وترمي أداتك في حالة ذعر. ترى مخلوقا صغيرا يبدو مثل كائن فضائي يهرع إلى جحر في الأرض. لا تقلق، إنه فقط الخلد نجمي الأنف. يتميز هذا المخلوق بأنف غريب يبدو وكأنه قد تفجر من الداخل. عيناه صغيرتان وضعيفتان، لذا فتساعده النجمة على أنفه كثيرا في التحرك والبحث عن الطعام. وهو في حالة حركة دائمة ويلمس كل شيء في طريقه كما لو كان محلاقه أصابع صغيرة. هل عدت للغوص في المحيط؟ طيب، لما لم تنظر إلى يمينك؟ فهناك سمك قرش مسنن حقيقي قادم باتجاهك. كلا لا تهلع، إنه مجرد قرش نمل رملي، ليس رمليا ولا نمرا، بل مجرد سمكة قرش ضعيفة لا حول لها ولا قوة، تتغذى على الأسماك وتسبح ببطء في البحار وتطارد فرائسها أحيانا. لا توجد أي تقارير عن حالات هاجم فيها هذا القرش البشر، لكنه يتمتع بصفوف أسنان حادة، لذا لا تحاول لمسه من باب الاحتياط. قد يبدو هادئا، لكنك لا تريد التعرض لعضته، ولا إيه؟ لننتقل من المحيط إلى الصحراء. أنت الآن في أستراليا وتشتهي بعض الماء، تبدأ بحفر الأرض في سبيل الحصول على ماء، لكن يصادفك مخلوق في باطن الأرض مغطى بالأشواك بالكامل. ينظر إليك بريبة ثم ينسل بعيدا، لأنه مجرد شيطان شائك. هذه السحلية مسالمة للإنسان رغم اسمها المشؤوم، تحميها النتوءات الشبيهة بالقرون على جلدها من الحيوانات والطيور المفترسة. أشواكها صلبة لكنها لن تؤذيك إن تجنبت لمسها. الآن إن كنت مصابا برهاب العناكب فلن تطمئنك المعلومة التالية، لكن العقرب الصوتي الأبتر الذي قد تصادفه في أمريكا الشمالية والجنوبية إلى جانب آسيا وأفريقيا يخاف منك أكثر من خوفك منه. كرر قول ذلك لنفسك، لا يتمتع هذا المخلوق المرعب بإبر لسع، ولا يعض حتى عند شعوره بالخطر. أسوأ ما يمكنه فعله، وفقط في حال أنك حاصرته، حاول أن تخمن، أنه سيوخزك بأرجله الأمامية مخلفا آثار ثقب صغيرة على إصبعك. يقتني الكثيرون هذه العقارب كحيوانات أليفة، وهي ودودة جدا مع أصحابها. هذا صحيح، قالوا لي الشيء نفسه عن القطط. إن صادفت يوما جحرا يطل منه مخلوق أملط بأسنان كبيرة فتجاهله ودعه في حاله. يعد فأر الخلد العاري قطة سفينكس وسط القوارض، وهو قريب لجرذ الخلد، لكنه بلا شعر، كما أنه يتميز بصفات رائعة، فدمه بارد بسبب عيشه تحت الأرض بشكل دائم، لكنه قادر على التأقلم مع أي درجة حرارة في الخارج، ولا يحس جلده المترهل المتجعد بأي ألم على الإطلاق، لذا فلا تخيف الدبابيس والأشواك ولا الأسنان الحادة فئران الخلد العارية. لقد تهت في الغابة مجددا، لكن هذه المرة في مدغشقر. يا لك من مسكين، حل الليل وأنت تبحث عن مأوى يضمك، لكن حالما تعثر على شجرة مناسبة لبناء كوخ صغير تتجمد في مكانك من الرعب. تظهر يد سوداء طويلة الأصابع على غصن فوقك، وتحدق بك عينان صفروان كبيرتان، ثم ترى وجها أشعثا، وتدرك أنه مجرد ليمور الآي آي على وجه التحديد. مدغشقر موطن هذا المخلوق الأصلي، ولا يخرج إلا في الليل، لذا فأنت محظوظ لرؤيته، ويؤدي دور النقار الخشب في الغابات الاستوائية، فهو يدق جذوع الأشجار للعثور على الحشرات، ويستخدم أصابعه الطويلة الذابلة للوصول للداخل. لقد سئمت من الخوف، لذا تريد العودة إلى منزلك، لكن لم تنتهي المخاوف بعد، فهناك ثعبان كبير باللونين الأحمر والأبيض في طريقك. يصدر الثعبان صوت فحيح وينتظر تحركك. تعرف أنه ثعبان مرجاني، وهو نوع سام وخطير للغاية. تتوقف في مكانك، وعندما يزحف مبتعدا تدرك أنه في الواقع ثعبان حليب، غالبا ما يقلد الثعابين السامة، وليست الثعابين المرجانية فقط، لحماية نفسه من الحيوانات المفترسة. لكن إن لم تكن متمرسا في التمييز بين الثعابين فمن الأفضل لك الابتعاد عنها دائما. سترى المخلوق التالي في كوابيسك المرعبة، إنها ألفية الأرجل الأفريقية الكبيرة. حجمها كبير ولونها لامع، وتسير على مئات الأرجل الصغيرة الزاحفة.
ومع ذلك لو كانت تمتلك عينين كبيرتين لأصبح شكلها جميلا. ربما لهذا السبب يحتفظ بها الكثيرون كحيوان أليف، إلى جانب أنها تعيش في العادة لعشر سنوات. ألفية الأرجل الأفريقية الكبيرة لا تستطيع العض، وتتمثل وسيلة دفاعها الوحيدة في الالتفاف في كرة ضيقة وإفراز سائل مهيج من مسامات جلدها. إن تجرأت على لمسها لا تفرك عينيك أو أنفك بعد ذلك، فسوف تكون النتيجة مزعجة. جالوت آكل الطيور حيوان زاحف مخيف آخر يقتنى كحيوان أليف. لا يشكل هذا المخلوق خطرا على البشر رغم مظهره المرعب. يعد أحد أكبر العناكب في العالم، وكما يوحي اسمه فإنه يصطاد الطيور الصغيرة أحيانا لتناولها، لكنها ليست جزءا من نظامه الغذائي المعتاد، فهو يفضل الديدان والبرمائيات. لكن احرص على عدم تخويفه، فلا يزال بإمكانه العض أو إطلاق الشعر للدفاع عن نفسه. لدغته تشبه لسعة الدبور، وقد يسبب شعره تهيجا جلديا شديدا، لكن هذا العملاق اللطيف خجول في العادة ويزحف مبتعدا عند رؤية البشر. يا للهول، ثعبان آخر يقترب منك، وعندما توشك على الاستدارة والركض بعيدا ترى كائنا ضخما بثمانية أرجل يعترض طريق الثعبان وينقض عليه. إنه عنكبوت آخر، ويبدو مرعبا أكثر من الثعبان نفسه. إنه عنكبوت الجمل، ليس في الحقيقة عنكبوتا ولا عقربا، بل ينتمي إلى عائلة منفصلة. هذا المخلوق مذكور في العديد من الأساطير الشعبية، لكنه لا يمتلك في الواقع أي سم. يمكنه أن يعض طبعا، وفكاه قويان للغاية، لكنه لا يستطيع فعل الكثير للإنسان أكثر من مجرد العض. يختبئ في الرمال والجحور للانقضاض على السحالي واللافقاريات وحتى الثعابين الغافلة. تخيل الآن حشرة أرماديلا، ليست جميلة لكنها غير مخيفة بسبب صغر حجمها. لكن ماذا لو كانت أكبر بعشر مرات؟ ستخيفك بلا شك. هذا المخلوق حقيقي واسمه متوازي الأضلاع العملاق، مثلث متساوي الساقين، اسمه متساوي الأرجل العملاق، نعم متساوي الأرجل العملاق. من حسن الحظ أنه يعيش في المياه الباردة العميقة المظلمة، لذا لن تراه في حديقة منزلك. ينمو إلى هذا الحجم الهائل بسبب شيء يسمى التضخم في أعماق البحار. يجب على الكائنات القاطنة في أعماق البحار تحمل ضغط ماء هائل ودرجات حرارة قارصة البرودة وشح في الطعام، لذا تتباطأ عملية الأيض في أجسامها. لا يتحرك متساوي الأرجل كثيرا، وغالبا ما يجلس في مكانه في انتظار قدوم حشرات صغيرة أو قشريات لينقض عليها ويأكلها. ورغم امتلاكه العديد من الأرجل، لكنه غير قادر على إيذائك حتى لو أراد ذلك. هيا ربط عليه. هل تبحث عن شيء هلامي؟ يعتقد الكثير من الناس أن الحلزون هو مجرد بوزاق بقوقعة، ورغم الشبه الكبير بينهما إلا أنهما كائنان مختلفان تماما. لا يحتاج البزاق لأي قوقعة، لأن جميع أعضائه الداخلية بداخل جسمه اللزج. يعصر البزاق نفسه للوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها، ولهذا قد تجده في أماكن لا تتوقع وصوله إليها، كتحت لحاء الشجر أو داخل الشقوق الصغيرة أو في المكتبة يتظاهر بأنه يدرس للاختبارات. بينما يتصل الحلزون بقوقعته بقوة ولا يمكنه البقاء على قيد الحياة بدونها، فهو ليس كالسرطان الناسك الذي تظهر القوقعة أثناء نموه، إذ يولد الحلزون بقوقعة على ظهره. يبدو الحلزون الصغير جميلا بتلك الفقاعات الشفافة الهشة التي تتكلس وتصبح أكبر حجما وأكثر صلابة مع تقدمه في العمر. لطيف. يوجد داخل القوقعة العديد من الأعضاء الداخلية للحلزون، أي أنها إذا تعرضت للسحق أو التلف فقد لا يتمكن الكائن من البقاء حيا. ومع ذلك بإمكان الحلزون إصلاح الخدوش الصغيرة والشقوق في القشرة بمساعدة البروتينات والكالسيوم الذي يفرزه غلافه. بالمناسبة السلاحف قريبة جدا من الحلزون في هذا الأمر، لأنها على عكس الأسطورة الشائعة لا يمكنها ترك قوقعتها. تعتبر قوقعة السلحفاة جزءا لا يتجزأ من جسمها، وعلى الرغم من قدرة السلحفاة على إخفاء رأسها وأطرافها بالداخل لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة، يندمج هيكلها العظمي مع القشرة الصلبة،
ومثل أي هيكل عظمي لحيوان آخر تنمو القوقعة مع السلحفاة نفسها. لا تأكل الكوالا إلا أوراق الكينة، ولكن هناك أكثر من 600 نوع مختلف من الكينة، ولا تأكل الكوالا سوى 30 فقط أو 5% فقط مما هو موجود. لذلك يجب أن تكون شجرة الكينة خاصة لتكون وجبة جيدة لكوالا صعب الإرضاء. هناك أيضاً شيء مشترك بين هذا الكائن الجميل والقطط المنزلية، وهو أنه ينام من 18 إلى 20 ساعة في اليوم. الدببة القطبية ليست بيضاء أبداً، فجلدها تحت الفراء أسود اللون، لكنها بحاجة إلى اللون الأبيض لإخفاء نفسها أثناء الصيد. يمتص اللون الأسود أشعة الشمس أفضل من أي لون آخر، بينما لا يوقف الفراء الأبيض أشعة الشمس إذ تمر الأشعة من خلاله، أي أن الدب يملك فرواً شفافاً. هناك أسطورة مفادها أن القطط والكلاب ترى العالم بالأبيض والأسود، الواقع أنها لا تستطيع تمييز بعض الألوان، لكن لا أحد يعرف بالضبط الطريقة التي ترى بها الكلاب. يعتقد البعض أنها تميز لونين فقط، قد يكون الأزرق والأصفر، لكنها قادرة على رؤية درجات الألوان الأخرى أفضل من البشر، كما وتتمتع القطط بقدرة مذهلة على الرؤية ليلاً، حيث تحتاج سبع الضوء الذي يحتاجه الإنسان ليتمكن من الرؤية في الظلام. كان يعتقد في السابق أن الزرافات صامتة، لكن اكتشف مؤخراً أنها تصدر ليلاً أصواتاً منخفضة التردد لتتواصل مع بعضها، وفي النهار لا تنطق بكلمة واحدة، وتحذر بعضها البعض من الخطر بطريقة غير عادية عن طريق تحريك الحاجبين. ربما تصعب رؤية الحاجبين في الليل، لذا تضطر الزرافة للتحدث بشكل حقيقي. بينما نتحدث عن الزرافات، تنام هذه الحيوانات أكثر من 30 دقيقة في اليوم، ولكن أقل منك، إنها تنام بالطريقة التقليدية المعتادة. بعد أن راقب الباحثون قطيعاً من الزرافات، وجدوا أنها تنام ليلاً وتأخذ قيلولة قصيرة في فترة ما بعد الظهر، وفي المجموع نامت كل زرافة حوالي 5 ساعات يومياً. بالمناسبة يسمى قطيع الزرافات في اللغة الإنجليزية بتاور، أي برج، هذا منطقي بالنظر إلى رقابها الطويلة. يمكن لطائر النورس شرب المياه المالحة، حيث توجد بالقرب من عيني الطائر غدد تفرز الملح. تعمل هذه الغدد على تنقية مياه البحر بسرعة كبيرة، وتخرج البقايا المالحة من فتحتي أنفه، أجل أصبت، على شكل مخاط مالح. إن بطريق أديلي رومانسي جداً، فلديه شريك واحد طوال حياته، وعلى الذكر أن يقدم للأنثى حجراً أملس لتكوين أسرة. إنه أشبه بخاتم الخطوبة، وتماماً كما هو الحال لدى البشر، قد ترفض أنثى البطريق الهدية ولا تقبلها. وبالحديث عن حب الحيوانات، الثعالب رومانسية أيضاً. الثعالب الذكور آباء وأزواج صالحون، إنهم مخلصون لأحبتهم مدى الحياة، إذ يعتنون بالإناث ويخرجون البراغيث من فرائها. يقوم الثعلب بتحسين المنزل المحفور في التربة، ويلعب دوراً كبيراً في تربية الأبناء. يمكن للدلافين النوم بعين مغلقة وأخرى مفتوحة، يحلم ويستريح بنصف الدماغ، فيما يراقب النصف الثاني المكان من حوله بحثاً عن أي إشارة على الخطر. طريقة مثالية للنوم أثناء الحصص والاجتماعات المملة. مهلاً، لم أقل ذلك. إضافة إلى ذلك، تتحكم الدلافين بتنفسها، ويمكنها أن تغرق لو نام دماغها كلياً. القضاعة البحرية هي الألطف بين الحيوانات البحرية النائمة. في الصيف تقضي كل وقتها في الماء نتيجة الحر الشديد، فتراها تسبح على ظهرها وتنام بهذه الوضعية. أما الأطفال فينامون على بطن أمهاتهم، ويمسك حيوانان بالغان منهما بكفوف بعضهما كي لا تفرقهما تيارات الماء. لا تدفن النعامة رأسها عند التعرض للتهديد. في الحقيقة إنها لا تدفن رأسها أبداً. في الواقع تحتاج النعامة إلى صنع حفر في الرمل لوضع بيضها، لأنها طيور لا تطير، وحرصاً على حصول البيض على حرارة متساوية، تضع النعامة رأسها في تلك الحفر من حين إلى آخر لتدوير البيض. يملك النعام عقلية مميزة للفرار، فتجده عند التعرض لأي تهديد يرتمي فوق الرمل، ويبقى هادئاً تماماً، متظاهراً بأنه ليس على قيد الحياة. هناك قول خاطئ شائع
يقول بأن أسماك القرش لا يمكنها التنفس إلا أثناء الحركة، لأن السباحة تساعدها على دفع الماء فوق خياشيمها. رغم أن هناك بعض الأنواع من أسماك القرش ينطبق عليها هذا القول، إلا أن هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تعيش قريبا من القاع وليست بحاجة إلى السباحة لضخ المياه الغنية بالأكسجين إلى خياشيمها. في الوقت ذاته تفتقر جميع أسماك القرش إلى مثانة العوم، وبالتالي قد تغوص إلى القاع إن توقفت عن السباحة. لكن لحسن الحظ لا يمكن ضغط جسم سمكة القرش، ولهذا فإن الهبوط أو الصعود السريع آمن بالنسبة لها. شغل علماء يابانيون تسجيلات صوتية للقطط لإثبات أنها حيوانات غير مبالية، وفي تلك التسجيلات نادى أصحاب القطط على قططهم بأسمائها، وعند سماع القطط لأصوات أصحابها اتسعت حدقات عيونها وتحركت ذيولها أو أرجلها أو أذنيها. لقد سمعت القطط الناس، لكنها نادرا ما استجابت. يتعلق الأمر بتاريخها، فقد دخلت القطط إلى حياة البشر لانجذابها إلى الفئران التي كانت تأكل الحبوب. لقد كانت تعيش قريبا من البشر، لكنها لم تروض أبدا، ومع ذلك نواصل تقديم الطعام لها. في الواقع الطيور هي الديناصورات الوحيدة الباقية على قيد الحياة. لقد تطورت من وحشيات الأرجل، وهي ديناصورات كانت تسير على قدمين. هذا صحيح، التيرانوسور من الأقرباء البعيدين للدجاج والنعام وحتى الطائر الطنان. في الحقيقة طائر النحام أبيض اللون ويتحول إلى اللون الوردي بسبب البيتا كاروتين، وهي صبغة في الطحالب والجمبري الذي يتغذى عليه. يمكنك أنت أيضا تغيير لون بشرتك إن تناولت الكثير من الجزر، إذ سيميل لون بشرتك إلى البرتقالي. سيحدث هذا نتيجة ارتفاع مستوى البيتا كاروتين في الجزر. تحدث البحارة من جميع أنحاء العالم عن الحبار العملاق الذي التقوا به في رحلاتهم، واعتبر العلماء لسنوات طويلة هذا الوحش الضخم ذو المجسات الطويلة محض أسطورة. لكن في عام 2004 التقطت أول صورة لحبار عملاق. إنه موجود فعلا، حيث رصد العلماء حبارا طوله 13 مترا. في الواقع ينجذب البعوض للسع البعض أكثر من غيرهم، فألذ البشر هم من يملكون فصيلة الدم أو. وتتميز هذه الحشرات أيضا بقدرة فائقة على الإبصار، فتجدها تنجذب للون الأخضر والأسود والأحمر أكثر من غيرها من الألوان. لذا تحقق من لون ملابسك قبل الذهاب إلى التخييم. يمكنك تنويم سمكة قرش لمدة 15 دقيقة. للقيام بذلك تحتاج إلى فرك أنف الحيوان الخطير بيدك. يطلق على هذا النوع من التنويم المغناطيسي اسم الجمود التوتري، والذي يحدث بفضل المستقبلات الموجودة في أنف القرش. عند ضرب أنف القرش ترسل المستقبلات الكثير من الإشارات، ولا يتمكن دماغ القرش من معالجتها جميعا. لكن ما لم يذكروه هنا هو كيف تقترب من سمكة القرش بما يكفي لفرك أنفها. برأيي هذه معلومات مهمة، ألا تعتقد ذلك؟ لا تخشى الفيلة الفئران بذاتها، لكن يملك الفيل الضخم رؤية سيئة، كما أنه يتحرك ببطء نوعا ما، ولهذا تجده يشعر بالدهشة من أي طائر أو مخلوق صغير يتجاوزه كالفأر. يتعلق الأمر كله بعنصر المفاجأة لا أكثر. يمكن للحرباء تغيير لونها، لكن هذا المخلوق لا يفعل ذلك للتمويه. يساعد تغيير اللون الحيوان على تنظيم درجة حرارته والتواصل مع أقرانه. عندما تلهث معظم الكلاب تتدلى ألسنتها من أفواهها، لهذا يظن الكثير من الناس أن هذه هي الطريقة التي تتعرق بها. في الواقع توجد الغدد العرقية للكلاب على مخالبها، إضافة إلى العديد من الغدد العرقية الأخرى الموزعة في جميع أنحاء جسدها. تلهث الكلاب لتسمح بتبخر الرطوبة من ممراتها الأنفية وألسنتها وبطانة رئتيها، ويساعد هذا أيضا على منحها البرودة التي تحتاجها. قد تترك الدبابير وشأنها، لكن لا تكن متأكدا بأنها ستفعل الشيء ذاته. النحل يحترم حدود البشر ولن يؤذيك إن لم تزعجه، أما الدبابير فهي ذات مزاج سيء لدرجة أنها قد تلسعك حتى لو كنت مارا بجوار عشها. تبا لها.